بعد سنوات من تدميره بسبب الحرب التي دارت في محافظة نينوى ضد تنظيم داعش، نظم ببيت التراث في الموصل معرض تحت عنوان متحف الموصل الحضاري من الدمار إلى إعادة الإعمار، للتوعية بأهمية إعادة إعمار المتحف الذي دمرته المعارك. اليوم يقام هذا المعرض في بيت تراث الموصل، معرض متحف الموصل الحضاري من الدمار إلى إعادة التأهيل، لكي يتعرف المجتمع في مدينة الموصل على أهمية هذا الموقع وأهمية إعادة إعماره وتأهيله، ومن ثم أيضا افتتاحه لكي يحتوي على القطع التاريخية أو الأثرية الموجودة في مدينة الموصل وحتى التي خارج الموصل من الممكن أن تعود ويطلع عليها الناس. وللمتحف في الموصل أهمية كبيرة، إذ يعكس الهوية الثقافية والحضارية لمحافظة نينوى ولبلاد الرافدين بصورة عامة. أهمية المتحف لأنه يوثق كثير من المعالم الأثرية التي اتسمت بها محافظة نينوى ومدينة الموصل، لذلك هي خطوة أعدها خطوة جبارة قبل القائمين على هذا الأمر. وكعادتها في العراق، تتأخر الجهات الحكومية عن مواكبة الجهد الثقافي الشعبي والدولي الهادف إلى إعادة إعمار الموصل وإحياء هويتها الحضارية. دائما ما يتفوق الجهد المدني، ودائما ما يتفوق الشاب. لربما بعض الجهات الحكومية يعني تعاني من البيروقراطية في بعض مفاصلها، تعاني من صعوبات بحكم الضغوطات التي تسجل عليها، ولا أنفي يعني وجود تواصل. بالتأكيد أنا ألاحظ مما أتابعه من فيديوهات وجود لممثلية الثقافة، وجود لممثلية الآثار والحضارة، إلا أن الجهود الحكومية تظل دائما مقيدة. هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة الوجه الحضاري للموصل، وجه يعكس تراثا ثقافيا وتاريخيا ويعبر عن هوية بلاد الرافدين التي انصهرت في بتقتها الحضارات التي مرت بالمدينة العريقة.